معاكم من جديد و2-0 للأهلي. المباراة 111 في تاريخ الفريقين والقمة اللي دايما الناس بتستناها. الشوارع كانت فاضية تماما النهاردة، محدش يعني ما كانش في حد في الشارع. وبعد كده بقى طبعا الدنيا دلوقتي هتبقى زحمه. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي الاساتذه الكبار، استاذ حسن المستكاوي والاستاذ فتحي سند، واسمع بقى من الاساتذه الخبراء كيف شافوا المباراه وقدروا يشوفوها ازاي. زي حضراتكم، اتفضل يا استاذ حسن. اهلا بيك. طبعا مبروك للنادي الاهلي، فوز كويس، فوز مستحق. طبعا الأهلي بان من مباراة إنبي اللي فاتت كان أداؤه ممتاز جدا، خط وسطه لعب دور مهم أوي قدام إنبي، ولعب دور يعني لعب دور مهم جدا وكان هجومي قدام إنبي. إنما كمان النهارده كان الدورين الدفاعي والهجومي بالنسبة للنادي الأهلي. الناس ساعات ما بتاخدش بالها إن خط الوسط ده، يعني عايز أقول لك إن مدرب فرنسا سنة 84 كان قال ان خط الوسط ده اهم حاجه في الكوره. دلوقتي هو ما زال اهم حاجه. الاهلي خط وسطه هو اللي كان فارق جدا عن خط وسط الزمالك. يعني عبد الله السعيد او رمضان صبحي او حسام غالي او حسام عاشور كان ليهم دور مؤثر قوي في هذه المباراه. دور دفاعي واستحواذ كمان وبناء هجمات، وكان الاهلي طبعا على مدى ال 80 دقيقه هو الاخطر، لان الزمالك كان مسيطر في اول 10 دقائق. عايز اضرب بس مثل بالزمالك بمعروف يوسف اللي عمل شغل لا باس به في وسط الزمالك، بينما ابراهيم عبد الخالق بيجري ورا الكوره وبيجري من الكوره في اوقات كتيره جدا من الكوره. يعني مش 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 قادر لا يعمل دور ولا يبني هجمه ولا يدافع بشكل جيد. كان من الثغرات اللي موجودة في خط وسط الزمالك. باسم طبعا مش ممكن أبدا رأس حربة يبقى لوحده وسط مجموعة من المدافعين يقدر يعمل يعني عنتر، مش صعب جدا. يعني ده كان صعب جدا بالنسبة له، لأن مفيش مساندة حقيقية ومفيش حتى كمان كرات عرضية كتيرة. الأهلي اشتغل كتير قوي من ناحية أحمد فتحي، ويمكن في هذه المباراة فتحي يعني رجع كما كان تقريبا أحمد فتحي من فترة طويلة، عمل دور مهم جدا. الأهلي يستحق، لأنه كمان في من أول الدقيقة في المباراة هو عارف عايز إيه وعارف يقدر يحقق ده إزاي. الزمالك كان هدفه أنه يهجم عشان يحقق الفوز ويكسب الثلاث نقط، لكن كيف يحقق الثلاث نقط ده ما كانش واضح في الملعب. استاذ فتحي اسمع تعليقك، بس يمكن انا حسيت بس ان في البدايه الاهلي ما كانش يعني متماسك زي بعد مثلا 15 20 دقيقه، وان الزمالك كان يبدو افضل. يعني كان في الاول الزمالك يبدو افضل ثم انقلبت الايه. اولا مبروك لحضرتك ولكل الاهلاويه. ميرسي. هارد لك للاستاذ عمرو اديب وكل الزملكاويه. ايوه هارد لك. وانا ما بعرفش ازاي بتبقى الحاله في البيت. ما احنا ما بنقعدش سوا نتفرج على الماتش خالص. فدي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه انه ليس بالضروره ان ابدا مهاجما حتى احقق الفوز في النهايه. احيانا بيكون الهجوم المبكر ده نوع من العصبيه او نوع من التسرع او نوع من محاوله قد تنجح وقد لا تنجح. الشطاره ان انا اعرف اقرا المباراه لمده 90 دقيقه. أنا بقول إن بطل هذه المباراة هو الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. عادة حضرتك مباراة الأهلي والزمالك عبر كل العصور لازم يبقى فيها نوع من المفاجأة أو المباغتة أو الحاجة الجديدة التي يمكن من خلالها أن أفاجئ المنافس. النهارده النادي الأهلي في كل ماتشاته الممتعة الجميلة اللي فاتت كان بيلعب بتشكيل ثابت، ليس بينه لا إيفونا ولا مؤمن زكريا. مؤمن زكريا ما كانوش موجودين الاثنين، وزي ما سيادتك قلت في البدايه انه هو دفع بايفونا رغم ان هو غايب. دي ورقه من الاوراق الخبيثه التي لا يعني ما كانش حد متوقعها الا راجل مدير فني زي زيزو، واستثمر مساله مؤمن زكريا ومساله الحماس اللي عنده في ماتشات الزمالك ودفع بيه. الشكل التكتيكي اللي لعب بيه زيزو
كان هو ايفونا عاده هو ليس مهاجما يعني سترايكر صريحا صريح، ولكن وراه اربع لعيبه يقدروا يوصلوا للمرمى بشكل كبير. هو ايفونا عمل ايه او زيزو عمل ايه؟ هو كان بيتاخر شويه وكان بيستلم وكان بيقدر يكون محطه عشان مؤمن زكريا يوصل ورمضان صبحي يوصل وعبد الله السعيد يوصل. فزيزو اعتمد على ايفونا ان هو يكون محطه متاخره يستطيع من خلالها ان يتقدم رباعي خط الوسط المهاجم عشان يوصل. وجون ايفونا جه كده، جون ايفونا كان لاعب قبل خط السنتر وسط ثلاثه مدافعين من الزمالك مش كده، وتقدم والراجل عمل كل حاجه لغايه بجاب الجول. فانا بقول انه زيزو كان شاطر جدا ان هو قدر ان هو يعمل مفاجاه في تشكيله، يقدر من خلال ان هو يصيب الجهاز الفني للزمالك بنوع من اللخبطه شويه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان زيزو قرا جيدا فريق الزمالك. فريق الزمالك لما تضغط عليه في نص ملعبه بيفقد توازنه ويميل الى اللعب الفردي. في الوقت اللي كان النادي الاهلي كل اداؤه في هارموني في هارموني في اداء جماعي، حصل ضغط على لعيبه الزمالك، فقدوا توازنهم، فقدوا تركيزهم، اتفتحت المساحات بينهم، في سرعات ومهارات عند لعيبه الاهلي قدروا ان هم يستخلصوا ويوصلوا بشكل كبير. شفنا الجون الثاني، يعني الجون الاولاني كان واحد على ثلاثه من الزمالك، ايفونا على ثلاثه من الزمالك، الجون الثاني كان ثلاثة من الأهلي على واحد من الزمالك، حاجة يعني خارقة العادة. ثلاثة من الأهلي معاهم الكورة، رمضان صبحي قدر عمرو جمال إن هو يشق من وسط الملعب وياخد الجبهة اليمنى يحطها له يجيب جول. إذا هي يعني زيزو ليه دخل كبير جدا جدا في نجاح فريقه. في المقابل الزمالك غير مستقر فنيا، سيبك من إداريا يعني المسألة غير مستقرة. في ضغوط عصبية كبيرة على اللعيبة. في عدم استقرار في مستوى اللعيبه. بس هنا بقى فنيا، طب ما هو ده نفس الوضع اللي كان فيه في النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي غالبا الاهلي والزمالك غيروا الكوتشز بتوعهم في تقريبا في نفس الوقت. تختلف حضرتك في ايه؟ تختلف ان انا ما بقود مباراه زي دي، يعني زي ما اتكلم اكرامي وقال لك ان الكوره بعيده عن الاداره تماما. كره الزمالك ليس بعيد عن الاداره تماما، ودي حاجه، دي رقم واحد. نمره اثنين ان زيزو فعلا خرج بفرقته وقرا الزمالك جيدا وتعامل مع المباراه يعني بشكل تدريجي وقسم المباراه بشكل جيد الى ان حقق الفوز. الزمالك لا، الزمالك لم يلعب بتشكيل ثابت، الزمالك فيه هبوط حاد في كتير من لاعبته، الزمالك تشكيله خطا، الزمالك بعض تغييراته تاخرت وكانت خطا. فهو فيه توفيق فني كبير جدا جدا من زيزو وخطا وتراكمات واخطاء في التشكيلات والتبديلات داخل الزمالك. لكن انا بقول انه القراءة الجيدة لمدير فني لمباراة زي دي بتبقى محتاجة برضو يعني خبرة. خبرة زيزو هزمت يعني قدرات وطموحات ميدو. أستاذ حسن، هل هذا يعني أنه زيزو ممكن يكمل لنهاية الموسم ولا؟ ما أعتقدش. هو يعني معلوماتي أن الأهلي ما زال بيبحث عن مدرب أجنبي، صحيح في اعتذارات كثيرة توالت يعني، انما بناء على تصريحات عبد العزيز نفسها يعني هو بيفضل ان هو ما يكونش المدير الفني المستمر للنادي الاهلي. طبعا انا بتفق مع فتحي 100% في ان عقل عبد العزيز عبد الشافي كان في المباراه دي وعقله كان في مباراه انبي اللي فاتت، لان انا عاجبني جدا الاهلي الاداء الجماعي. انا مش عايز اقول احنا يعني في الكوره في مصر ما فيش عندنا ميسي، لكن عشان كده لما يبقاش في عندك ميسي نمرة واحد الأداء الجماعي هو اللي بيأثر ويفرق جدا من فريق لفريق. مش هقول برشلونة عندها ميسي وعندها الأداء الجماعي وعشان كده هو أعظم فريق في الكورة في العالم دلوقتي حاليا. إنما إذا ما كانش عندنا ميسي يبقى الأداء الجماعي هو اللي هيحسم أي مباراة. الأهلي بيلعب كرة جماعية بينما فعلا الزمالك بيلعب كرة فردية، لكن كمان عقل المدرب له دور. يعني النهاردة احنا بنعتبر او انا بعتبر والناس كلها بتعتبر عمر جابر من احد المفاتيح الاساسيه لنادي الزمالك. عمر جابر النهارده وقف له صبري الرحيل، حتى الناس كانت احنا قاعدين نتفرج الناس بتقول الله طب هو فين صبري الرحيل ما بيتقدمش ليه؟ هو صبري مش بيتقدم لانه بيحرس
تقدم عمر جابر. عمر جابر مش عايز عمر جابر يتقدم على الإطلاق، عشان كده عمر جابر تقدم في في التسعين دقيقة دي مرة واحدة بس، فقدر ان هو يوقف خطورة ده نمرة واحد. عمر جابر ما يتقدمش عشان كده ما يعملش كرات بالعرض. نمرة اتنين، التغيير المراكز ده بيبقى مدرسي، يعني ايه؟ لما كهربا بيلعب اصلا في الناحية الشمال وبعدين يروح شوية في الناحية اليمين، ده تغيير مدرسي ابتدائي، يعني ما اسموش تبادل المراكز. تبادل المراكز ده لما يكون الفريق في وضع حركة، يعني الكرة في اللعب وحركة مستمرة، لازم ممكن يبقى فيه تبادل المراكز ده، لكن ما ينفعش انك شويه تروح لناحيه الشمال وشويه تلعب ناحيه اليمين ثم ان كهربا افضل في الناحيه اليمين ناحيه الشمال. حصل ايه الكهربا بقى؟ يعني انا بقول النهارده كهربا الفولت بتاعه راح. الاهلي كان بيدافع طبعا، حكايه الرقابه مان تو مان يعني في الكوره بطلت من زمان، فبي حاجه دلوقتي الحل البديل بتاعها اللي هي رقابه منطقه. يعني ايه؟ يعني كهربا بيلعب في الناحيه الشمال، لو دخل كهربا جنب الخط فتحي انت تبقى الراجل ده بتاعك. طب لو فتحي كان قدام بيعمل دور هجومي وكهربا دخل ناحيه الشمال ربيعه، كهربا ده بتاعك. هنا تقسيم والتناغم بقى في الواجبات الدفاعيه بتاعه لعيبه النادي الاهلي اللي كانت بتتنفس بمنتهى الدقه، وده كان ليه تاثيره طبعا في تحجيم كمان دور كهربا. ثم الدور اتحجم لانك انت كهربا قوته في ان تجيله كوره طوليه، يعني كوره من ورا عشان يجري بيها يعمل دريبلينج ويخترق. طب ما حدش بيعمل له دي، لان خط وسط الاهلي ضاغط على اللي يبني من الزمالك، ما حدش بيبني. الثانيه كمان ان دفاع النادي الاهلي عامل حائط يخلي كهربا ما يقدرش ياخد الكوره ويستلمها ويجري بيها، عشان كده ما شفناش كهربا اللي هو لعيب خطير جدا، لكن ما كانش وسريع دور خطير وسريع. طبعا سريع وخطير، انما انت حجمته من اسلحته اللي هو يملكها، وده طبعا نجاح برضه للنادي الاهلي. طيب قبل ما ارجع لك استاذ سند، انا معايا كابتن محمد فاروق نجم الاهلي السابق. مساء الخير يا كابتن ومبروك. مساء الخير يا استاذ لميس، طبعا تحياتي لحضرتك، تحياتي لاساتذتنا الكبار حسن الزكاوي طبعا، فتحي سند طبعا، اساتذتنا الكبار كوره طبعا. انا سامع حديث شيق يعني ما شاء الله. حسن السكاوي طبعا يعني حلل الماتش. شفت الماتش ازاي يا كابتن؟ طبعا يعني طبعا مبروك طبعا للنادي الاهلي وجماهيره، اكيد طبعا فرحه كبيره للجماهير، يعني طبعا النادي الاهلي فرق يعني زود الفرق بسبع نقاط، وبالتالي الامور بقت الى حد ما يعني مستقره للنادي الاهلي، سواء نفسيا سواء فنيا. يعني كابتن عبد العزيز الشاشي اعتقد ان هو النهارده عمل مباراه رائعه تكتيكيا بشكل كبير، ضغط بشكل كبير على فريق الزمالك بشكل يعني زي ما بنقول فيه عقلانيه. يعني لما نيجي نبص نلاقي الزمالك الناحيه الثانيه كان بيضغط، ولكن الضغط ما كانش بالشكل المناسب، فبالتالي كان مجرد لما النادي الاهلي بيبتدي ينقل خلاص الضغط بتاع نادي الزمالك ما بيبقاش بالشكل المناسب، فخلاص بيبقى العقد بينفرد زي ما بنقول، وكان بيخترق بمنتهى السهوله في بعض الاوقات. لكن طبعا الشكل التكتيكي اللي لعب بيه كابتن عزام شايف من ناحيه الدفاع والهجوم، وزي ما كان تفضل كابتن حسن تكاوي جزئيه عمر جابر ان هو من اخطر اللاعبين، وفعلا تم توقيفه بشكل كبير، وده يعني كان نقاط قوه النادي الاهلي ان هو يوقف لعيب زي ده، وفي نفس الوقت بيستخدم الهجمه المرتده. دي ما شفنا ثلاث كرات من الاثنين لايفونا والاخيره العمر جمال، هم اللي خلصوا المباراه بشكل كبير، بالتالي طبعا يعني طبعا النادي الاهلي يستحق النهارده الفوز والفرحه طبعا، وجمهوره طبعا اللي كان بيأذره بشكل كبير. يعني بشكرك كابتن فاروق وبحييك والف الف مبروك. استاذ سند، يعني إذا كان زيزو ممكن يستمر أو لحد ما نجيب أو الأهلي يجيب مدير فني آخر، هل يستحق ميدو الإقالة؟ لا، هي المعايير استمرار المدربين في نادي الزمالك بالمعايير دي يمشي بالمعايير دي، لأنه باكيتا قعد ماتشين وفريرا كان برضو قاعد شويه كده والراجل، بس فريرا الحقيقه حقق نتائج كويسه قوي مع الزمالك على فكره. هو يعني فريرا كان افضل من تولى، وكان واضح جدا، وكان من رايي ان انا قلته يعني وكتبته واعلنته عده مرات، انه لو مشي فريرا
مش هيجي مدرب يقدر يملي فراغه، خصوصا اذا كان مدرب وطني. وعلى فكره احنا عايزين ننسى مساله المدرب الاجنبي والوطني، لان دي بقت في مصر عايز يجيب مدرب كويس بقت ملغاه. يعني النهارده كانوا يقول لك ايه، الظروف تقتضي نجيب مدرب اجنبي عشان الظروف والضغوط اللي عليه. طب ما الزمالك مشى 2-3 مدربين اجانب، والاهلي جريده جنن، والراجل التاني طفش بسيره طفش. ما بقتش قاعده ان انا اجيب مدرب اجنبي عشان الضغوط التي تقع على المدرب الوطني. لكن انا بشوف ان بالمعايير اللي بتسير بيها الامور في كره القدم في الزمالك، لا يعني المساله كده اعتقد انه النهارده يعني كان متوقع ان ميدو يعني سواء ان هو يعني نجح او ما نجحش، لكن بالخساره دي يعني مسألته انه يمشي ماشي. لكن الغريب ان محمد صلاح بيبقى هو المحطه اللي بتيجي، ومحمد وبعدين صلاح من نفس التيم يعني. يعني 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 الكوره ما بتمشيش كده، الكوره ما بتمشيش كده. لكن انا بشوف انه استقرار الفرقه وتوافر عناصر كويسه وتحديد هدف عايز توصل له، ممكن ده اللي يكون احد اسباب النجاح. وده اللي اعتقد النادي الاهلي يعني النهارده عندك هنا الدور الثاني. يعني انا مش شايف اي منطق لمدرب اجنبي يجي عشان يقود الفرقه في الدور الثاني فقط لا غير، ومتصدر بفرق 7 نقط وقد تزيد المساله. يعني ممكن زيزو يكمل لحد نهايه الدور الثاني، بس زي ما قال حسن الفكره ان زيزو يمكن ما عندوش رغبه. يمكن هو زيزو كان قال لحد ماتش الاهلي والزمالك يعني اسمك تساليني رايي يستمر طبعا يستمر، بس هو نفسه زيزو قال، هو نفسه قال انا مش عايز، لان في افريقيا بقى وفي ضربوك في حاجات تانية. لكن انا بقول انه ما فيش في يعني ما فيش داعي للهزه يعني لهزه الفريق الاستعجال. ودي حاجه غريبه يعني بيتكلموا في الاهلي عن المدرب الاجنبي في ظل وجود اجهزه فنيه، لكن في الاهلي ما بتاثرش، الفرقه بتفضل ماشيه برضه. المفروض ان رد الفعل يكون سلبي، لكن قناعه الراجل اللي بيتولى المسؤوليه النهارده بحيث ان هو عارف ان هو هيقعد فتره وهيمشي، زي الناس اللي بره بيبقى واخد بطوله كاس العالم وعقده بينتهي وبياخد كاس العالم ويروح. هل فعلا الفرقه ما بتتاثرش يا استاذ مستكاوي؟ بيتكلم في حاجه مهمه جدا، المدرب، موضوع المدرب ده. وانا بحب دايما اضرب امثله بالعالم اللي بيحصل فيه عشان بس الناس تصدق التجربه. نادي اسمه مانشستر سيتي له مدرب بيشتغل حاليا وبينافس المفروض على بطوله الدوري الانجليزي. اداره النادي بلغته انه هيمشي، اللي هو بيلجريني، قالوا له انت هتمشي. هنجيب مين؟ هنجيب جوارديولا. الكلام ده تم الاتفاق عليه. هم عايزين جوارديولا لاسباب واضحه جدا، عشان مانشستر سيتي يبقى نادي عالمي ولها شهره برشلونه وهكذا وهكذا. احنا السؤال المهم، احنا عايزين النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي في مصر لما بيفكر في مدرب اجنبي عايزه ليه؟ فتحي بيقول لك طب انتوا هتجيبوه دلوقتي، طب ما تستنوا لاخر الموسم مثلا، ما هات المدرب الاجنبي بعد نهايه الموسم وانت فلسفتك ايه، عايز ايه منه ويستمر معاك الى ما بعد ذلك يعني. لكن طبعا اذا كان عبد العزيز عبد الشافي يقبل انه يستمر، انا طبعا شايف ان هو مدرب ناجح جدا، مش عشان كسب، لا عشان الماتش. حتى لو كان انتهى 0-0 انا كنت حاشيد باداء عبد العزيز، لان مش كل مباراه اي مدرب بيلعبها لازم يكسبها. احنا لازم نبص للاداء ونقيم الاداء. احنا مش مشجعين، حضرتك مشجعه، احنا مش مشجعين، احنا لازم نقيم الاداء والفكر اللي موجود في الملعب بشكل يقول هذا الرجل عقله موجود في الملعب ولا عقله مش موجود. يعني مثلا انا دايما بقول ما ينفعش ابدا مصطفى فتحي يبقى موجود في الملعب مع ايمن حفني، ما ينفعش. ومعاهم شيكابالا كمان ساعات، ومعاهم شيكابالا طبعا ساعات يعني، لكن ما ينفعش خالص. كلهم بشمالهم الاثنين الوحيدين يعني. الاثنين بيلعبوا بطريقه واحده بفكر واحد. الفرق ما بين بس حفني وفتحي، مصطفى فتحي، ان حفني بيلعب بالكوره بالعرض كتير، بيمشي بيها بالعرض كتير. مصطفى فتحي انا بقى كنت العبه النهارده ما لعبش ايمن حفني، لان مصطفى فتحي بيتميز انه لعيب دريبلينج وبيقتحم لقدام، بيلعب لقدام. ايمن حفني ما بيلعبش لقدام، نادرا ما يلعب لقدام، ومصطفى فتحي دايما بيفكر في الشوطي في التسديد. حفني صحيح شويط، لكن مش ده دايما اللي مسيطر عليه. دي فروق على فكره ممكن تكون صغيره جدا ما بين لاعب ولاعب، لكنها في غايه الاهميه بين لاعب ولاعب في سياق التركيبه الجماعيه اللي انت بتلعب بيها. ولازم المدرب يبقى عنده هذه الحسابات. ما ينفعش حازم امام
وعمر جابر في ناحيه واحده اليمين، واحد منهم هيتعطل على طول على طول، وده اللي حصل النهارده. مين كانوا نجوم الماتش النهارده؟ لا انا شايف في النادي الاهلي عدد كبير جدا من النجوم، يعني انا شايف ان يعني خط ظهر الاهلي شل تماما حركه مهاجم الزمالك، لدرجه انه اخطا يعني الفرصه الوحيده اللي كانت في دقيقه 88 الكره اللي حطها معروف يوسف في ايد شريف اكرامي. فانا بشوف خط الدفاع طبعا ايفونا طبعا يعني جاب ثمنه النهارده بهدف تاريخي. رمضان الصبح كان في احسن حالاته، ما وقفش على الكوره الحمد لله، فالامور استقرت. لا عبد الله سعيد كان كويس، مؤمن كان كويس جدا لغايه ما خرج. بس زي ما بيقول استاذ مستكاوي مفيش ميسي، يعني مفيش عشان لعب كده لعب الجماعي. اللعيب ده اللي هو احنا نشوفه ونقول لك الله ما بقاش في ده. ما هو لو حضرتك انا عندي لعيب زي ميسي ظاهر بشكل حلو في برشلونه لانه داخل بمهارته جوه الاداء الجماعي، يعني بيساعد زمايله انه يفتح ثغرات وحاجات كده. لكن انا برضو عايز اقف عند حاجه، اصل الماتش ده مهم ان هو بصفتك يعني خبيره في التحليل الكروي. يعني انا لازم اقول حاجه، انا خبيره من حضراتكم، يعني انا من كتر ما بقعد مع حضراتكم باخد يعني الخبره. الماتش ده ميدو حب ان هو يعدل في طريقة لعبه في الشوط الثاني بعد ما أصيب بهدف. مش قلت كده أنا؟ أنت خبيرة الحمد لله، شفته يعني حابب إن هو فعلا ينشط خط النص. فعلا عمر جابر لما دخل في نص الملعب يعني يتحرر شوية وقدر إن هو يتحرك، ساعد الزمالك إن الأهلي رجع شوية، لكن رجع بفكر إنه الهجمة المرتدة ممكن تشكل خطورة. ليه؟ قافل ثغرات كويسة، قافل مفاتيح اللعب في الزمالك. اتكلمت عن كهرباء، طب باسم مرسي اللي هو كان السنه اللي فاتت ملء السمع والبصر، هم كانوا اثنين، كان كهربا وباسم مرسي، محدش يقدر عليهم. باسم مر بظروف تقريبا اللي بقت حالته النفسيه سيئه، لكن لما تيجي تبص على المباراه كلها انا بشوف ان في فريق بدا بحذر ولكنه يلعب للفوز، مش كده؟ ده الاهلي، ده الاهلي يعني بدا حذر وبعد 17 دقايق بدات الامور تتغير. فمعنى كده ان في يعني في فكر، في يعني في تغيير في شكل الملعب، في مهام بتنفذ، في يعني شكل تكتيكي واستراتيجيه كده. والتصاعد زي التصاعد الدرامي بدات تعلى طول الشوط الاول. الزمالك كان ايه بقى؟ الزمالك ظل يلعب بحذر دون طموح في الفوز، فده اللي كان الشكل استحواذ زي ما حسن جاله على استحواذ 70%. طيب انا معايا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، مبروك يا كابتن ومساء الخير. مساء الفل عليكي والله يبارك فيك يا استاذ ميس، وسامع استاذ فتحي ازي حضرتك؟ استاذ فتحي واستاذ حسن المستكاوي كمان معانا، مبروك يا ابو السيد. ازيك يا استاذ حسن؟ الله يبارك فيك. مبروك يا ابو الكباتن. مبروك يا كابتن. انت كنت متوقع النتيجه دي؟ بص يعني اولا مباراه الاهلي والزمالك دايما بتبقى مباراه مقلقه، بيبقى في حاله قبل اللقاء على كده، لكن مش عشان كسبت بشكل كويس الحمد لله رب العالمين، تقول الحقيقه غير الحقيقه. طبعا مباراه الزمالك بتبقى مباراه مقلقه، والفرقه مصفره ومن اختيارها وبنحترمها، كان في تفوق على المستوى الجماعي او القدرات، لكن كابتن سيد طب واضح الخط قطع يا جماعه ولا ايه؟ طيب خليه يرجع لنا تاني او حاولوا تتصلوا بيه مره تانيه. يعني هل ميدو كده فشل كمدرب؟ خلاص كده يعني ده تاريخ ميدو كمدرب انتهى ولا دي انا شايف ان ميدو وانا قلت له من اول يوم يعني اشتغل فيه كمدرب هو عنده افكار وعنده كلام بيحلل كويس جدا، لكن التدريب غير التحليل، ده نمره واحد. نمره اتنين هو انا مش شايفه خد تجربه كامله، يعني كل ما بياخد كل تجربه ما بيتعصر وبعدين عليه ضغوط. طيب هيرجع لنا تاني، ارجع لنا تاني كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد سامعني؟ تمام حضرتك، اهلا بيك. طيب كنت بتقول لي الماتش بيبقى دايما قلق، الماتش الاهلي والزمالك بالتاكيد طبعا بيبقى دايما مقلق، يعني ممكن يبقى فيه حاجات اجواء قبل اللقاء يعني فيها ارتياحيه على المستوى الفني او فيها قدرات على المستوى الفني عاليه قوي، لكن يبقى طبعا اسم الفرقتين بيبقوا عاملين نوع من الضغط على بعض يعني. لكن اللي فرحان بيه جدا جدا النهارده مش الفوز بس على نادي الزمالك وبشكل كويس، مش التربع على القمه بس، فرحان بشخصيه ومعدن لعيبه النادي الاهلي، بهويه فرقه النادي الاهلي واسماء لعيبه النادي الاهلي اللي بتعرف كويس قوي تفصل ما بين اي ازمات او ما بين اي احداث
تسبق اللقاء او حتى اثناء الموسم يعني. هو ده اللي انا فرحان بيه، ومن حق جمهور النادي الاهلي يفرح بيه. صحيح يفرح بالفوز على نادي الزمالك اللي بنقدره وبنحترمه بالتاكيد، ومش هنتخدع على الفوز لان اللي جاي من المباراه اكتر كتير من اللي فات، لكن انا فرحان بشخصيه الاهلي اللي بتعرف تفصل قوي 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 ما بين اي ازمه وما بين اي مشكله وما بين اي حاجه في الفريق او تواجه الفريق وما بين ادائها في الملعب. كابتن سيد يعني قول لنا على الاعداد للماتش، يعني انت بيبقى عليك دور مهم جدا مش بس الفريق الفني، ولكن دور مهم للاعداد للماتش، ان المعسكرات اللي اتعملت، ان اللعيبه تبعد عن الاعلام وما تتاثرش باي مشاكل بتحصل، انت حضرت اللعيبه ازاي؟ بصي اولا بيساعدني على كده الشخصيه بتاعت الاهلي اللي استوت كويس قوي واللي مقدره كويس قوي. يعني انا مش هقول ان انا في المدينه الفاضله وان انت مش هتقابل مشاكل او طبعا هتقابل اختلافات، اكيد هتقابل، لكن كيفيه مواجهتها وكيفيه ادارتها وكيفيه التعامل معها ده مهم. يعني دايما في الاهلي كده بتبقى مختار قرار صح حتى لو كان في مشكله، عشان كده هتلاقي الناس بتحترمك بشكل كبير جدا وتقدرك، ومن هنا جاء اسم النادي الاهلي الكبير، لكن اكيد هتقابل ازمات. لكن كمان المهم قوي 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 ان يبقى في نوع من العدل الموجود، الاحترافيه والاحتراميه، ان في احتراف شديد جدا، في التزام شديد جدا، لكن كمان في التعامل لازم يبقى عندنا رصيد عند اللعيبه. الرصيد ده مش شرط يبقى مالي بس، لازم كمان يبقى رصيد شخصي ورصيد معنوي، لازم كمان يبقى فيه نوع من التواصل المستمر، وحتى لما تيجي تقابل مشكله لما تيجي تواجهها او تيجي تديرها عشان عندك رصيد عند اللعيبه، فاللعيب بيتقبل ده. الحمد لله طبعا على كل شيء، الحمد لله على الكسب والحمد لله على الفوز، لكن من بكره نبدا نشتغل على اللي جاي باذن الله. هل يعني كابتن زيزو ممكن يكمل لنهايه الموسم، ولا هو على عند رغبته في الرحيل زي ما قال كان بماتش الاهلي والزمالك؟ خليني اقول لك يعني متهيألي ان الكره اللي بنلعبها في الاربع مباريات اللي فاتت ما اتعملتش بقالها فتره طويله. صحيح. مباراه الاسماعيلي، مباراه انبي، مباراه الزمالك، يمكن مباراه الاتحاد كان فيها استحواذ لكن ما كانش فيها متعه زي المباراه اللي انا ذكرتها في الاول. قرار كابتن يعني انت مش هتلاقي اكتر من كده متعه. فالحته الادوار اللي انا بتكلم عليها يا استاذ لميس واللي هياكد عليها استاذ حسن، الادوار عندنا في النادي الاهلي ادوار يروح لدور غيره، ممكن اساعدك في دورك لكن في النهايه انا ليا دور وليا اختصاص. اعتقد ان كابتن زيزو لو كمل فهو يستحق تمام من المدرسه اللي هي فيها جديه وفيها استمتاع. هل هيكون في مكافآت خاصه للعيبه يا كابتن؟ في طبعا يعني في المباراه اللي فاتت وفي المباراه ديت، اتمنى يبقى في مكافاه كل ماتش يعني مش ماتش بس. هل جنبك كابتن زيزو انتوا في الاتوبيس ولا جنب حضرتك كابتن زيزو؟ هو معاه تليفون، هو معاه تليفون حاليا. معاك يا اتفضل. طيب كابتن زيزو. الو كابتن زيزو، الف مبروك. ربنا يبارك فيك يا زلمه، الف مبروك، ويعني واثقين فيك، واحنا حقيقي سعداء لسه استاذ حسن مستكاوي واستاذ فتحي سند معايا وكانوا بيتكلموا على شكل الفريق وقد ايه شكل الفريق كان جميل النهارده. والله الحمد لله، تحياتي ليهم طبعا الكبار دول، ويعني متشكر جدا على يعني تقديم حضرتك، وربنا يقدرنا، وبهني جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته، وبشكر اللعيبه وبشكر الاجهزه المعاونه اللي معايا لان ده جهد الناس كلها. الحمد لله. انا هخليهم هم اللي يكلموا حضرتك استاذ حسن واستاذ. طيب اتفضلي يا كابتن زيزو، الف مبروك. استاذ فتحي سند. طبعا استاذ فتحي صوته جميل طبعا. صوته معروف. قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لك. على كل حال احنا قلنا الحمد لله يا استاذ فتحي، الحمد لله يا رب. الف مبروك. انت يعني احنا اتكلمنا عن المباراه وقلنا ان فرقتك يعني استاذنك علي صوتك شويه ممكن. فرقتك لعبت للفوز وانت قريت كويس قوي فريق الزمالك، وان انت لانك كنت مهاجم خبيث ومكار عملت تريكه النهارده ودفعت بايفونا، الناس كلها ما كانتش متوقعه بهذا الكلام، اعتمدت عليه. نعم. ويعني اتكلمنا بشكل يعني عن المباراة، فأنا بعتقد إن دي نقطة تحول من وجهة نظري في شكل وأداء النادي الأهلي، وفي نفس الوقت في مسيرته في بطولة، أعتقد إن هو النهارده أصبح الأقرب لاستعادتها يعني. والله الحمد لله، النقطة اللي حضرتك قلتها بتاعت إيفونا هي في نقطة تكميلية معاها خاصة يعني بمؤمن، لأن مؤمن كان ليه دور معين مكمل للدور بتاع إيفونا. كان صعب مهاجم راس حربة تاني زي مثلا عمرو أو أنطوي يقوم بيها، لأنها كانت هتبقى جاية على حساب منطقة وسط الملعب اللي بيتميز برضه فيها نادي الزمالك في المهارات وعملية الاختراق.
فيمكن انا راعيت الحته ديت وخليت ايفونا لوحده اعتمادا على سرعته واعتمادا على ان احنا يعني نعمل كثافه عدديه شويه في منطقه الوحده، والحمد لله يعني. بالظبط. استاذ حسن تحب تكلم؟ لا مبروك طبعا يا عبد العزيز، الف مبروك. الله يخليك يا استاذ حسن، ازيك مكسب طبعا باين لمساتك من، انت عارف انا ما بجاملش والله خالص، باين لمساتك من الماتشات اللي فاتت، وانا اعتقد ان السر في ثلاث كلمات: استقبل الكوره، مرر الكوره، اتحرك. وده اللي عامل الشكل الممتع للنادي الاهلي دلوقتي. والله الحمد لله طبعا، ده ومعاه الحته النفسيه، لان دي نقطه مهمه قوي في الكوره، لازم اللعيب يبقى عنده مساحه ابداع طالما انه بيلعب في فريق بيلعب على طول. الكوره ما ينفعش تلعبها من غير، يعني انا دايما اقول ان الكوره ليها اشكال كتيره قوي، في كوره تقليديه وفي كوره زراعيه زي خالد كريم لما كان بيسميها ساعات، صحيح، وفي كوره بتبقى كويسه وفي كوره متقدمه وفي كوره مرحه. انا بحب الكوره المرحه. مرحه صحيح، وتسعد المتفرج. ودي صعبه، ما هي سهله، بس لما يبقى عندك مستوى قدرات وعندك مستوى طموح زي النادي الاهلي، المفروض اللعيبه تادي بالمستوى اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، اللي هو تلعب الكره المرحه، الكره الممتعه ليه كلاعب والكره الممتعه للمتفرج المشاهد. صحيح، هو طبعا الكره المرحه اللي انت بتتكلم عليها ممكن لاعب واحد يعمل المرح ده، لكن الاصعب ان الفريق كله يعمل المرح ده، يعني الاداء الجماعي بتهيألي هو الاصعب من الفرديه طبعاً. مش كده ولا ايه؟ لا مفيش شك، مفيش شك، لان الاداء الفردي بيعتمد على المهاره ودي بتبقى موجوده في ذاتيه اللاعب. انما الاداء الجماعي بيبقى عايز عمليه انضباط وعايز رؤيه متكامله عشان تعمل توليفه من القدرات المتاحه عندك. صحيح. فعلا طيب استنى واحد، طب سؤال اخير يا كابتن حسن، ان هي بتدي حد ادنى للجاده الجماعيه دي. اتفضل يا استاذ. سؤال اخير الاستاذه لميس طرحته على المشاهدين. قاعد ولا ماشي؟ قاعد ولا ماشي ولا ايه؟ وانا بكره قاعد مع المهندس محمود طارق. انا بكره قاعد معاه. يبقى شكلك كده قاعد. شكلك كده يعني قاعد. يعني عايزينك تقعد لاخر الموسم يا كابتن بصراحه يعني. انا اي حاجه النادي الاهلي بيحتاجها والله ما بفكر. خلاص شكلك قاعد يا عبد الله. خلاص هو كابتن زيزو يعني طبعا ده بالنسبه لنا خبر مهم يعني. اهلا بيك. ونتمنى ان انت تقعد فعلا يعني. احنا انا كاهلاويه بقول لك كمشجعه بس يعني. ربنا يخليك، ميرسي جدا على شغلك والله يا مدام لميس. انا عارف طبعا بتحب النادي عندنا جدا، لكن عايزه اقول لحضرتك ايه ايضا في يعني في بدايه الماتش كده انا حسيت ان الاهلي دخل المباراه بعد 15 20 دقيقه، هل كنت حاسس ان اللعيبه مترددين في البدايه ولا لا؟ لا شعوري في محله، بس مش هو ده السبب. السبب ان انا كنت محترم جدا قدرات لعيبه الزمالك بغض النظر عن حالتهم الاخيره في الماتشين الاخرانيين، لان نادي الزمالك عنده لعيبه عندها قدرات مهاريه عاليه جدا، واللعيب المهاري ملوش علاقه بالفورمات، يعني ممكن يكون مهاره ان الاساتذه اللي عند حضرتك يعرفوا الكلام ده، سواء الاستاذ فتحي او الاستاذ حسن، يعرفوا ان اللعيب المهاري ممكن جدا يعني لو حتى في الشارع مش بيتمرن تلاقي المهاره بتاعته موجوده فيه ما بيسيبوش. فانا كان عندي تحفظ دفاعي نسبي في بدايه المباراه عشان اقرا بس فريق نادي الزمالك يلعب الفلسفه بتاعته دي بالنسبه للمباراه. فيمكن ده السبب اللي خلاني قلت السؤال ده، بس رؤيتك في محلها. بشكرك وبحييك وبقول لك مبروك، انت فعلا يعني بجد رفعت راسنا وقدرت ان انت تعمل ماتش هايل، مش ده بس الماتش، وام بي كمان كان هايل، وبقالنا مجموعه من المباريات وجيت في فتره صعبه، وده ولاد النادي الاهلي دايما بحس ان هم يعني بيجوا رجاله يقفوا يسندوا الفريق في الفترات الصعبه، وهو قال ان هو قاعد بكره مع كابتن محمود. اعتقد ان هو هيقعد، اعتقد كده ممكن. جبنا لك خبر حلو اهو. ده خبر طبعا موجود حضراتكم يجيب الاخبار. هو اتكلم على حاجه مهمه برضه عبد العزيز، الحذر جزء من رؤيه المدرب للمباراه وجزء من خطه المدرب للمباراه طبعا، يعني ما هواش كان فتحي بيتكلم برضو على ان الزمالك بيهاجم من اول 10 دقائق، لكن هجوم فيه توتر، فيه عصبيه، ما فيش فيه رؤيه ما بعد هذا الهجوم، انما الحذر الدفاعي اللي ابتدى بيه الاهلي لمده 10 دقائق زي ما قال عبد العزيز، هو عايز يشوف الزمالك هيعمل ايه.
شكله ازاي، مفاتيحه فين، قدراته ايه الفرديه والجماعيه، ثم يطور. وفعلا ده اللي حصل بالظبط. يعني احيانا بيبقى الدفاع في بدايه المباراه احنا بنسميه، حتى المعلقين يقول لك بامتصاص حماس الزمالك. اي واحد عارف ان الزمالك هينزل يهاجم، ده لازم لان ده اختياره الوحيد. انما الحذر ثم التطوير الحذر الى هجوم، ده جزء من التكتيك ومن الخطه اللي لعب بيها عبد العزيز عبد الشافي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بالنسبه اذا كنا بنتكلم على كابتن عبد العزيز عبد الشافي، هو شخصيه رائعه يعني وراجل اهلاوي وخلوق الحقيقه، يعني اخلاق حاجه مختلفه تماما. يعني تعال نبص على الجهاز الفني للزمالك. سالت السؤال لحضرتك، ما اعرفش حسن جاوب عليه بتاع ميدو، ان هو برضه اختتم كلامه بانه يعني ما خدش فرصه لغايه دلوقتي، مش كده؟ جزء برضه من شكل الزمالك وتوتره تركيبه الجهاز الفني للزمالك. انا بتصور ان لو ميدو يعني مسؤوليه كامله بغير الزنبليطه الكتيره اللي على الدكه دي، لكن انا بحس ان اداره الزمالك الفنيه لها اكتر من رئيس. المدير الفني مدير فني، لكن تحسي ان في اربع خمس اراء موجوده. بحس ان ميدو ليس صاحب السلطه الاولى في الفريق. بحس ان هو في حاجات مش بيكبر عليها، اراء اللي جنبيه ممكن تشوش. وبالتالي تجربه ميدو هو برضو كان المفروض يكون اشطر من كده. يعني انا متولى مسؤوليه عمل، انا ابقى حر فيه واقوده وحدد مين يبقى معايا. فده جزء من اخفاق ميدو ان هو بيشتغل في وسط جهاز اعتقد انه الاراء الكتيره اللي حواليه، وهو اصغر من ناس كتير في السجن يعني في الجهاز، تركيبه صعب يكتب لها النجاح. العدد الكبير ده بيعمل تشتت طبعا، والتشتت ده بيبان في التشكيل وفي اللعب. بالظبط كده. طب اسمحوا لنا نخرج فاصل قصير، وبعد الفاصل هنواصل لقاءاتنا وتليفوناتنا، وايضا نواصل اسئلتنا للاساتذه استاذ حسن مستكاوي والاستاذ فتحي سند.